تصريحان لافتان في الأيام الماضية أو في الساعات الماضية الأول عندما بدأ يشير وزير الأمن الإسرائيلي يوف جالنت إلى إمكانية توسيع هذه المعركة نحو الجنوب الجنوب الذي قالت إسرائيل في الأيام الماضية وطلبت من الغزيين بالتوجه إليه لأنه لأنها زعمت بأنه آمن على ما يبدو أنه في ظل عدم تحقيق الأهداف الإسرائيلية في هذه الفترة والوصول الى القياده العسكريه لكتائب القسام وتحرير المزيد من الاسره او البحث عن صوره نصر حتى اللحظة إسرائيل لم تصل إليها يتوقع أن توسع هذه توسع إسرائيل من هذه الهجمات وهذا ما قاله جالانت بالتوجه نحو الجنوب أيضا بنيامين نتنياهو قبل ساعات وخلال لقائه مع مع جنود إسرائيليين قال بشكل واضح بأنه لا يوجد مكان آمن في غزة وسنصل وسنتحرك في كل مكان في إشارة أيضا إلى إمكانية توسيع هذه المعركة إن كانت إسرائيل تريد الذهاب حتى النهايه فهي مطالبه من قبل الاسرائيليين والجيش بتوسيع هذه المعركه ولكن العامل الذي قد يؤثر في هذه الفتره هو عامل الوقت اسرائيل تقول ووفقا لما قاله وزير الخارجيه قبل ايام انه متبقي امام اسرائيل ما بين اسبوعين الي ثلاثه لبداية تغيير الرأي العام أو أو لتكثيف المطالبات بضرورة الوقف إطلاق النار إن كان من الإدارة الأمريكية أو الدول الأخرى ولكن نلمح في الأيام الأخيرة بأن جالنت وغانت يتحدثون عن أيام طويلة من القتال وهذا يعني أنه حتى لو طالبت إدارة بايدن إسرائيل بوقف القتال فهي على الأغلب لن تلتزم بذلك وستواصل الحرب الإسرائيلية على